إعدادات راديو السيارة فهي تدعم إعدادات متعددة اللغات، بما في ذلك الإنجليزية والروسية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والإيطالية والألمانية وغيرها الكثير. دعم إدراج قرصي لتشغيل الموسيقى. يمكن ضبط مستوى الصوت عبر شاشة اللمس أو التحكم فيه عبر المقبض الدوار. يمكنك أيضا مشاهدة الفيديو من USB على الراديو. عرض النطاق الترددي للاستجابة الراديوية هو 87.5 ميجا هرتز إلى 108 ميجا هرتز. يمكنك أيضا حفظ كل قناة راديو حتى تتمكن من العثور عليها بسهولة في المرة القادمة. الميزة الأبرز في 9601 A هي أنه يحتوي على GPS مدمج ويدعم اتصال واي فاي. يمكنك الاتصال بشبكة واي فاي لتحقيق نظام تحديد المواقع العالمي GPS. كما أنه يدعم الربط اللاسلكي مع انعكاس الهاتف ونسخ الهاتف على شاشة الراديو. يمكنك أيضا مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية على هاتفك. هذه لوحة قابلة للفصل يدويا مع إمكانية تحكم قوية. إذا كنت بحاجة إلى لوحة كهربائية قابلة للفصل، يمكنك الاتصال بخدمة العملاء لإرسال ارتباط إليك. إذا تعذر تشغيله، يمكنك التحقق من المصهر ومحاولة الجمع بين السلك الأصفر والكابل الأحمر معا إلى 12 فولت موجب والأسود مع السالب. إذا كان لا يزال لا يعمل، يمكنك محاولة توصيل السلك الأصفر والسلك الأحمر بشكل منفصل. عندما يكون السلك العكسي ملامسا للقطب الموجب، سيكون هناك شاشة تناثر وشاشة زرقاء.